السلام عليكم، جاكم كيضحكنا قبل ما نبداو. نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده، وعارفه انكم توحشتوني بزاف، وشكرا خاص بزاف للاخوان والاخوات اللي يراسلوني في الخاص وكيقولوا لي عافاك رجعي للدار، انت غادي تجي، انت غادي ديري لنا شي هواد رمضان. والله ما كرهت انني حتى انا نمشي لداري، ما غاديش نقول لكم ولفت ولا شي حاجه، ولكن ما يمكنش ليا دابا حاليا نمشي، باقي ليا واحد شويه ماشي بزاف، وغادي نمشي ان شاء الله وغادي نتابع معكم الشهيوات ديالي. ولكن راه ما ناسياكمش، واخا رانا هنا رانا دائما كندير لكم الشهيوات، داكشي اللي درتو هنايا كنتقاسمو معكم، ولو انا ما كنخرجش بزاف غير باش مره ندير لكم الشهيوات ديالكم في الدار. وتا انا ما كيعجبنيش الماكله ديال الزنقه، دونك كنضطر انني ناكل في الدار، لهذا داكشي اللي درتو كنتقاسمو معكم. ما نطولش عليكم، بقى عليكم بلا 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 بلا. غادي نوري لكم اليوم غادي نديرو تيراميسو، وانا نديرو تيراميسو بالفراغوله، يعني بالفريز وبالشوكولات. راني ديجا دايراها في القناه ديالي، مع ان تيراميسو هي الديسير الوحيد اللي كيحمقني كيعجبني، وكندير فيه بزاف ديال الفانتازيه، كن ننفينتي فيه، يعني كنخترع فيه بزاف ديال الاشكال والالوان وكل شيء باش نصايبو زوين، يعني داكشي كنجيبو من راسي والله القسم، ما كنقلو من حتى شي بلاصه، يعني الاختراعات دياولي هذا الشيء كاع ديال التيراميسو. الا دخلتوا القناه ديالي غتشوفوهم، كنعس في الليل بحال شي حاجه كتعجبك، كنعس وكنبقى نتخيل باش غنديرها كل مره، وداكشي كاع اللي تخيلته راني ديجا دايراه. ودابا عاوتاني ديال الفريز رانا ديجا دايراها معاكم ودرتها لايف، دابا بغيت نديرها بالشوكولات وبواحد التزيين رائع راقي غيعجبكم حتى هو. المهم غادي نوري لكم كلشي، المراحل وكلشي المقادير. نبداو على بركه الله، ما نطولش عليكم. يا عدي المكونات، لاباز ديال التيراميسو دائما هي البسكوي. هاد المره شرينا هاد البسكوي خفيف بزاف، ما فيهش الجلوتين، يعني بلا جلوتين، راه كيتباع البنات اللي هنا في ايطاليا راه يكونوا عارفينه، سانسا جلوتيني لان خفيف بزاف. شرينا الماسكاربوني نص كيلو، عندي هنا 100 غرام ديال السكر الثقيل او السكر كلاصي، عندي هنا غادي ندير فيها 3 ديال البيضات، هادو غلقيتهم في الثلاجه وانا نخرجهم، قلت نشوف في الاخر تزيين لان انا بغيت نديرها بالفريز. ها هو الفريز نقيته مزيان، ها هو باقي لي عاوتاني التزيين. وعندي هنايا العصير ديال البرتقال، ها هو هنايا اللي غادي نديرو دابا مباشره هنايا، عفوا هذا راه دارتو ليا نانا، عصراتو ليا، قلت لها عصريه، وراه نزل بحال نزل تما الليمون لتحت. غادي نخويه على داك الفريز اللي قطعته، وهذاك الفريز فيه واحد جوج معالق ديال الكاسوناد، هذا الفريز هذا قطعته ليا قبيله ودارت فيه جوج معالق، قلت لها ديري فيه جوج معالق ديال الكاسوناد، هما اللي كاينين فيه هنايا، وخلاته تطلق. ها نتوما انا باش ما نضيعش الوقت وهكا نبقى ندير هذا الشيء، كنت مشغوله شويه وطلبتها، كنقول لها دير لي شي حاجه وكديرها ليا، كتعاونني حتى هي مسكينه. المهم ها هما نخليهم دابا واحد شويه بين ما وجدت الباقي، وغادي نديرهم يتصفاو. هذا الفريز هذا هنايا غنخليه جنب، كيف ما قلت لكم كلشي، والسكر كاسونات ها هو اللي غادي ندير منه واحد شويه حتى هو من بعد، وغادي نبداو على بركه الله. اول شيء غادي ندير غنعزل البيض هكا، غادي نعزل الابيض على الصفر بهذه الطريقه هذه هكا، بعد ما عزلت الابيض على الصفر غادي نانا ها هي. السلام عليكم. براحه كتعجبني هذيك السلام عليكم. غادي تمون تطلع لي هذا الابيض، ها هو نانا من فوري بالمون هي غتطلع دابا هذا الابيض هكذا. من بعد ما طلع واحد شويه غادي نبدا ندير السكر، هانتوما شتو ملي كيدير البونتات هنايا كيدير هاد الريوس، ها هما عاوتاني الريوس هنايا، يعني صافي راه هو تمونطا طلع. دابا غادي نخليوه جنب وغادي ندوزو لهاد الصفر هذا، غادي ندير الابيض وغادي ندير معاه سميدة كاسونات ديال ماما هكا، ها
عندنا من بعد ما طلعت هاد الابيض الصفر كله مع السكر هكا دابا غادي نضيف ليه هاد الماسكاربوني سبيطانه انا هكا تحضروا مع هاد الماسكاربوني ما غاديش نحطها كلها لان كتكون فيها الماء هانتوما حضروا معها والماء غادي يخسر لينا هاد الخدمه ديالنا دونك ما تنديروش تيجريها لهذا كتخليوها هانتوما حضروا ردوا البال معها راه كيكون فيها الماء عادي يعني كيكون فيها هكا ما ديروش اوكي ودابا غادي تطلع هادشي كله نانا بيانو بيانو بعد ما طلعت الماسكاربوني هنا مع الصفر والسكر الكاسونات هنا البيض مع سكر كلاصي وغنجمع دابا كلشي بهذه الطريقه هذه غادي نحط كلشي هنايا وكنبدا نخلط هادشي كنهز من تحت لفوق ما كنبداش نرون باش ما يهبطش لينا هذاك البيض ديال البيض يولي بحال الماء دونك كنديروا هذه العمليه هذه كنبقى نحرك هكا من التحت للفوق غندير هكا شي سباتيل ديال السيليكون اولا ديال العود ولا اللي بغيتو نتوما المهم بهذه الطريقه هذه هكا هنا من بعد ما الكريمه هي جانسات عندي هانتوما خلطت هذوك جوج ديال الكريمات بجوج بهم هذا الشكل هذا ودابا غادي ممكن تهزوا بالمعلقه وتخدموا هكا ممكن ديروها في ساكابوش اللي بغيتو نتوما او جيب الحلواني انايا دابا غادي نديرها في واحد البلاستيكه اللي غادي نخدمها بها ما عنديش ساكابوش هنايا ولكن غنديرها واحد بلاستيكه غادي نعمرها فيها البنات غادي نديرها في هذا المول هنايا ها هو درت ليه الطبصيل لتحت ممكن ديروها فاش ما بغيتو ممكن ديروها شي مول ديال الدجاج مربع اولا ديجا عندكم قاد عنده دوك الحواشي ديالو الجوانب انايا هذا يلا شريته بغيت نشاركو معكم وباقا ما استعملتوش اول استعمال لي غنديرو دابا وقلت نوريه لكم ها نتوما كيدير بزاف ديال الفورمات غادي من بعد ما غادي نحط لكم الفيديو ديال المشتريات ديالي غنحطو لكم حتى هو ها نتوما تيولي صغير هكا تيولي كبير يعني تيدير كاع الفورمات كلشي اللي بغيتو بهذا الشكل هذا هكا ها نتوما غادي ناخذ الفورمه اللي بغيت وغادي نديرها الطبصيل في القاع ديال سميتو ديال الطبصيل درت واحد شويه ديال الكريمه باش ملي غادي ندير البسكوي غادي يلصقوه وغنبداو على بركه الله اول حاجه كنبداو بها هي البسكوي اللي كنفزقو في هاد السيرو ديال هاد الفريز هادو اللي صفيتهم ها هما فريز حطيتهم هنا في الشبيكه كيصفى وهاد السيرو ديالهم حطيته هنايا بهذا الشكل هذا وغادي نبدا نستف غنبدا دابا ندير هكا ونحط هانتوما بهذا الشكل هذا ما تخليوهمش بزاف وسط هذاك العصير باش ما تجيكمش مديره بزاف رطبه هكا وهاد اللي جاوكم دايرين اللي هنا صغيورين الاماكن ديالهم غادي نبدا نشوف القياس وغادي نبدا نقطع هانتوما كناخذ هادو مثلا هكا كبيره تنقطع بالموس وتندير القياس ديالي وكنوضع هنايا هكا وبنفس العمليه غادي ندير كلشي البلايص اللي عندي خاوين هكا هذا كيتقطع باي فورمه بغيتو نتوما ماشي مشكله هكا كنوضع هذه مثلا هنايا هكا كنوضع هنايا المهم كلشي كاع حتى نقادو نرتبو مزيان الاماكن الصغيورين صافي ها نتوما كيف ما شفتوا دابا ملي كندير هكا غادي نوضع دابا الكريمه دابا غادي نبدا نوضعها بهذا الشكل هذا هكا وكن نبسطها بالمعلقه بهذا الشكل هذا ولا بسباتيل ولا باش ما بغيتو كنديروا ليها هكا حاولوا ترتبوها توصلوها كاع لهاد هاد الاماكن اللي بغيتو نتوما
صافي. وكندير دابا الفريز، غادي ندير واحد الطبقه ديال الفريز، هادو اللي رطبتهم في الكاسونات هكا. وغادي ندير ليهم شوكولا، الشوكولا غا اي شوكولات عندكم نتوما، وحكيتو بهذيك حكاكه الغليظه، حكيتو حكاتو نانا في الحقيقه ماشي انا، جوستو نانا لا يبطلتو هي اللي حكاتو هكا. وغادي ندير دابا غادي نستمر صافي بنفس العمليه، دائما غادي ندير البسكوي هكا، وكنحاول هذيك البلاصه اللي بقات خاويه كندير في العكس، كنرطب وكنحط هكا الطريقه هذه. حتى غادي نكمل كلشي هاد الطبقات ديالي. عندي الطبقه الثانيه كنستمر بنفس العمليه كيف ما قلت لكم هكا. غادي نبسطها، ممكن ديروا بالمعلقه هادشي، هزوا بالمعلقه وبسطوا نتوما اللي نتوما العمليه ديروا اللي نتوما مرتاحين فيها. كما عارفين انا راه ما كايناش في داري دابا، راه كنضيباني دابا وصافي. المهم خاصنا نديرو ليهم ديسير، هذا هو اللي مهم عندهم، هما باغيين هاد التيراميسو ياكلوها. غنزيد شويه لان بقات ليا غير طبقه اخرى غندير فيها غير ثلاثه، غنخليها على حساب الطبقه الاخرى وصافي هكا. نقدر ندير دابا الشوكولا لتحت، كتجي زوينه رائعه هذه ديال الفريز مع سميتو مع الشوكولا، كتجي زوينه بزاف في المذاق ديالها لان كيتناسقوا هكا. اوكي دابا غادي ندير الطبقه الاخيره، وغادي نوريكم الطبقه الاخيره. هذه الطبقه الاخيره كيف ما قلت لكم، اوكي، وكنرتبها بنفس العمليه. هكا هنا التزيين كيكون اختياري، كل واحد يدير اللي بغا. انا مثلا غادي ندير هكا، نزين بهذه الطريقه هذه هكا. نسيت هذوك الفواكه الحمراء الاخرين، فروتا دي بوسكو دي بوميتر. اوكي وغادي ندير هاد الفروتا دي بوسكو هادو، نديرهم هنايا هاد اللامبوني، غادي نديرهم هنا الوسط، تغسلوهم وتنشفوهم ما تخليوهمش، خليهم يتسقطرو مزيان، هنا بقى فيهم الماء كيخسر. انا وقعت ليا واحد المره خسرت ليا دغيا لان بقى فيهم الماء هاد الفروت دي بوسكو هكا. قولوا ديروا اللي بغيتوا نتوما، التزيين ممكن ديروا غير الفريز بوحديتو، الا بغيتوا تزينوا غير الفريز زينوا به يعني ماشي مشكل. انا هادو متوفرين دابا عندي وكيعجبوني في الالوان، كيناسقوا الالوان، كندير ليهم هكا هاد الطريقه هادي. اوكي هنا من بعد ما وجدتها هي كيف ما كتشوفوا التيراميسو
بهذه الطريقه هذه درت زينتها بشويه ديال النعناع. عندنا واحد البلونت ديال النعناع شريناها كنعمروا بها اتاي ها هي. وغادي ندخلها دابا للثلاجه وغادي نمشي نذوب الشوكولا في باهماري ونتلاقاو من بعد. اوكي على بال ما تشد راسها شويه. هنا بغيت نوري لكم هذه باش غنزينها من ملي غنحيد هذاك الدبليج ديال اللي درت ليها هذاك المول. غنزينها بواحد البلاستيك، واحد البلاستيك خاص زوين. غادي نعطيكم هذه الفكره ديروا كاع على اي نوع ديال الكيك ديالكم كيف ما كان، ماشي تكون غير تيراميسو بالضروره، يكون اي نوع ديال الكيك تزينوا به ولا ديروها غير طريفات هكا ديال الشوكولا. غادي نوري لكم. المهم انايا بيرغام ما كنلقاش هذا البلاستيك، قليل فين كنلقاه، ولا لقيتو كنلقاه غالي. دونك ملي جينا هنا من نابولي دزنا من حدا واحد الدروبري، راه غتلقاو عند الدروبري البنات اللي في ايطاليا، لقيتو عنده وانا ندخل نصحاو كيبيعوا المترو. قال لي لا راه كنبيع هكا، هذه فيها 10 مترو، 10 مترو ب 5 اورو يعني ب 1000 ريال، وانا نشريها كلها. وبقى جاكمو والله ما نكذب عليكم، انا هرب من الحانوت ملي سمع فيها 10 مترو وما كيتباعش المترو. قال لي دبري راسك خلصتها وانا نخرج انايا، ما باش نسوقي دبر راسو ولو انني غادي نحتاج منها غير مترو او لا اقل هكا. المهم انا غادي نوري لكم هاد الميكا، ها هي تشوفوها، هي هي اللي كتباع فيها داك الشي فراجيل، الا شريتو شي تلفازه ولا شي حاجه كيتباع فيها. ها نتوما شوفوا واش فيها هكا، حاولوا تشريوها جديده باش من هنا كتكون ملسه ما فيها والو، من هاد الجهه كيكونوا فيها هاد النبايل هادو، حاولوا ديروها جديده لان الا درتوها مستعمله كيكونوا هاد النبيلات فيها مفشوشين مطرطقين وما كتجيش الديكور زوين، اما الا كانت جديده كتعطيكم الديكور زوين. اوكي انا نجرب. ها نتوما شفتوها بحال دابا، هادي انا خسرت، انا هادشي غنقطعو عا باش نوري لكم. اوكي دابا غنشد هادي وغادي نعبرها على الدبليج لان في الثلاجه باقا ما خرجتهاش، غنعبرها على الحاشيه ديال التيراميسو ديالي ولا ديال التورته اللي بغيتو، وغتقطعو غديروا العرض اللي بغيتو نتوما على حسب الحاشيه ديالها، وغادي تقطعوا الطول باش غادي تطوروا عليها. صافي انا دابا غادي نعبرها، غنعبر هذاك الدبليج وغادي نقطع. المهم بغيت غير باش نشارك معكم هاد الفكره هادي، هانتوما شوفوا هاي غادي نعبر وغادي نقطع صافي، وغنتلاقى معكم من بعد. صافي من بعد ما قطعتها بهذا الشكل دابا غادي نغسلها وغادي نشفها مزيان، تحيد ليها الماء من هذوك الطقيبات ديالها، غادي نرشها كترشوها هكا وكيطير ليها هذاك الماء اللي فيها. صافي وغادي نخدموها بالشوكولا، نتلاقى معكم من بعد. الطاسه ديالي تيراميسو عفوا بعد ما خرجتها من الثلاجه، دابا غادي نحيد ليها هذا الاطار هذا. هانتوما كيف ما تشوفوا معايا، نحاول غير بشويه بشويه نشدو بلاتي. اوكي بهذا الشكل هذا هانتوما كيف ما كتشوفوا، هانتوما حيدت ليها الاطار هكا شفتوها. الشوكولاط من بعد ما ذوبته كيف ما كتشوفوا كنخليه شويه حتى تيفتر، ما نديروش سخون، الا فتر شويه كيبدا يعقد معانا، وكنبدا ندير هذه الطريقه هذه هكا. نبدا نعمر هاد الثقب هادو ديال المول بهذا الشكل هذا. شديت العبار ديالي هو هذا، درتو هكا وكنستعمر بنفس العمليه حتى تنعمرو كله. المهم هو انه يترتب، غادي نرتبو دابا بواحد الشويته، غادي نقادو مزيان.
الشوكولات من بعد ما درته هنا خليته تقريبا شي ربع ساعه هنايا وبقينا كنشوا عليه باش نبردوه شويه نقادوه. ودابا غادي نهزو بحال هكا هذه وغادي ندورها على التيراميسو ديالي بهذا الشكل هذا. نتوما كيف ما كتشوفوا هكا غادي واحد شويه ولكن معليش صافي. المهم هكا غادي تبقى وغادي ندخلها دابا للثلاجه وغادي نتلاقى معكم من بعد. غادي تخليوها حتى 6-8 ديال السوايع ما تقيسوهاش. منها تيراميسو كتقاد كتشرب كاع ديك المكونات ديالها وتجي زوينه ومنها الشوكولا كيجمد مزيان. تلاقاو من بعد. الخير عليكم. صباح الخير. لحقاش نعست وفقت وعاد عاد غادي نحيد الطورطه هاد البلاستيكه ديالها انا خليتها باتت في الثلاجه العاديه ماشي الكونجيلاتور. هانتوما غادي تشوفوا دابا ترون من تحت ولكن معليش هانتوما. ودابا غادي نحيد ليها كلشي هاد البلاستيك ديالها. الشكل النهائي ديال التورته ديالي من بعد ما حيدت لها التزيين ديالها هانتوما كيشوف شتو كيجي رائع. التزيين ديالها كيعجبني بزاف بهذاك البلاستيك وكندير به بزاف ديال الاشكال اخرين ماشي غير هذا. كندير به شكيلات وكنحطهم هنا في الفوق ديالها يعني كيساعدني في التزيين وساهل في الخدمه ديالو. غير شديت فيها غادي نقطعها دابا باش غادي نوريكم كيفاش دايره من الداخل ديالها كيفاش جات. ديالها نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم. شجعتكم القناه كوتشينه مينا بجان باش يوصلكم دائما الجديد. كيف ما قلت لكم ماشي غير بالضبط تيراميسو ديروا ليها هكا ديروها حتى الكيكات العاديين ديالكم خليوها عاليه اكثر عليو وقلبوها عليها هنايا في الشوانف ديالها كدير دوك الشنيفات يجيو زوينين بحال هكا. ها شفتوهم كيفاش كيبانو هنايا هكا بهذا الشكل هذا. وتنأكد وكنعاود على البلاستيكه ما تكونش قديمه. انا الا كانت قديمه ما كيخرجوش الحفاري مقادين هذيك الشهده هكا كديرها كيجيو مسدودين. المهم ما كتجيش زوينه. اما الا كانت كلها مزيانه كيجيو الحفيرات زوينين. هانتو شفتو الاحسن تكون جديده البلاستيكه. ناكد عليها ونعاود ما نطولش عليكم. هذا هو الشكل النهائي ديال التيراميسو ديالي بالشوكولا والفريز ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. شجعتكم القناه كلشي من بجان وما تنساوش تخليو لي تعليق ديالكم راه كنفرح بهم بزاف بزاف ماشي شويه. والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.